السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأها على حضراتكم مختار الفقيه، والبداية بأبرز العناوين. استقبال رسمي وشعبي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في مدينة تعز التي يزورها لأول مرة منذ توليه المنصب. والعليمي قال إن تعز ستبقى رافعة للمشروع الوطني وعاصمة للصمود في وجه ميليشيا الحوثي الإرهابية. الإصلاح يدين تصريحات الإرهابي بالغفير، يدعو إلى تحرك دولي للجم التطرف الصهيوني. الإصلاح اعتبر الإعلان الصهيوني تحدي للعالم الإسلامي، وأكد على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني. مركز التنبؤات يتوقع أمطارا غزيرة ورياحا شديدة خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات. وتقرير دولي يؤكد أن 85% من الأسر النازحة عاجزة عن تلبية احتياجاتها اليومية. أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى محافظة تعز لأول مرة منذ توليه المنصب في إبريل 2022، ويرافق العليمي عضو المجلس الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي والشيخ عثمان مجلي، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين من قوات تحالف دعم الشرعية. وقد حظيت الزيارة باستقبال شعبي ورسمي، حيث أبدت السلطات المحلية وسكان تعز ترحيبهم الواسع بهذه الزيارة. وتأتي زيارة العليمي في وقت تمر فيه محافظة تعز بظروف أمنية وإنسانية معقدة نتيجة الحرب والحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ عام 2015. هذا وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي إن تعز ستبقى رافعة للمشروع الوطني ومهد التغيير وعاصمة للصمود في وجه ميليشيا الحوثية الإرهابية. وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عن سعادته بزيارة محافظة تعز، وتقديرا لصمود أبنائها الأسطوري إلى جانب القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مواجهة المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني. وعقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له اجتماعا مع قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات السياسية والاجتماعية والنسائية والشبابية والإعلامية وممثلي منظمات المجتمع المدني لوضعهم أمام المستجدات على الساحة الوطنية وأولويات المرحلة المقبلة على مختلف المستويات. وقال الرئيس العليمي إن لقاءاته مع قيادة السلطة المحلية والأجهزة المعنية والفعاليات المجتمعية في المحافظة ستركز دائما على تعزيز سبل العيش وتحسين الخدمات وحشد كافة الطاقات خدمة لهدف التحرير. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق أشاد بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية في محافظة تعز وأثرها المشهود على كافة المستويات. الواقع أننا استمعنا إلى عديد من المناشدات، وفي المقدمة نداءات الجرحى، وأنا التقيت بالجرحى قبل
ما ألتقي معكم الآن، مع أنا وإخواني أعضاء المجلس والمحافظ وقائد المحور والأخ اللواء يوسف الشرادي اللي هو نائب رئيس هيئة العمليات المشتركة وهو معنا اليوم، وسنعمل على معالجة حلول ومشكلات الجرحى والشهداء. وهناك مجموعة من المعالجات سنتمناها أنا وإخواني أعضاء المجلس والحكومة لتحل كل المشكلات إن شاء الله التي يعانيها الشهداء، أسر الشهداء والجرحى. سنرتب أداء المؤسسة السلطة المحلية. أنا وإخواني أعضاء المجلس والحكومة، وأنا تابعت ما يقوله بعض الإخوان والإعلاميين والناشطين أن هذه النظافة وهذا الشغل الذي حصل خلال هذا الأسبوع هذا الشغل الذي حصل هو شغل مؤقت، ثم يعود السلطة المحلية تنام. وأنا أقول أننا سنعطي مهلة 6 أشهر، إذا استمر الأداء بهذه الصورة سنكون مع السلطة المحلية ونكافئه. ابتداء بالمدير المديري وانتهاء بقمة المحافظة. تمثل زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تعز عنوانا لبداية جديدة للمحافظة، وسط وعود بالارتقاء بالعمل الحكومي فيها والاهتمام بالخدمات وغيرها من القضايا العالقة. الزميل محمد يوسف والتفاصيل. توحدت تعز اليوم باستقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه الأستاذ عبد الله العليمي وعثمان قائد مجلي عضو مجلس القيادة الرئاسي، وخرج الكبار والصغار لاستقبال قيادتهم الشرعية التي تقودهم للتحرير من ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لا زالت تحاصر وتقتل أبناء المحافظة في الريف والمدينة. كما لا تعرف تعز الهدنة من حرب الميليشيات منذ 10 سنوات، ولن تكون تعز إلا سندا للدولة ورموزها. لهذا فإن أفضل سبيل لرد هذا الجميل لهذه المحافظة هو تحرير ما تبقى من هذه المحافظة. وأن تكون كما كانت على الدوام منطلق للخلاص من قوى الاستبداد والاستعمار والكهنوت في كل قطاع الوطن. كل اليمنيين قدموا التضحيات وهم واقفون في وجه الانقلاب، ومنهم تعز التي قدمت الكثير ولا زالت، ويجب أن تكافأ كما أفاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته. لذلك فإن دعم صمود هذه المحافظة وتعزيز قدرات الجيش والمقاومة الشاملة، وأنتم تدركون ماذا أعني بالمقاومة الشاملة، والتخفيف من معاناة أبنائها وخلق فرص العمل وتحسين خدماتها بما في ذلك تطوير منظومة التعليم وتنمية مواردها المحلية ورعاية أسر الشهداء والجرحى والمعاقين ستظل أولوية قصوى على كافة المستويات ومسؤولية تاريخية لمجلس القيادة وللحكومة. كما سنعمل على الإفراج عن الأسرى والمخفيين قسرا، وفي المقدمة المناضل الكبير الأستاذ محمد طحفان. وانطلاقا من هذه المبادئ فقد استهلينا زيارتنا هذا اليوم بوضع حجر الأساس لنصب الشهداء التذكاري الذي يخلد تضحيات أبناء هذه المحافظة الأبية وكل شهداء الجمهورية أمام قلعة المالك. كما سنقوم بتدشين أكثر من 160 مشروعا في مختلف المجالات. استمع الحضور إلى كلمة ووعود كانت مرضية من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما قال الكثير من الحضور، وبعدد 160 مشروعا مختلفا سيبدأ تنفيذها قريبا، وعلى رأسها الكهرباء بقدرة 30 ميجاوات،
وأغلب هذه المشاريع بتمويل من المملكة العربية السعودية. عبر عدد من أبناء تعز عن تطلعهم بأن تثمر زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له للمدينة إنجازات تلامس هموم وتطلعات المواطنين. أتمنى من الزيارة تحرير تعز وجميع أجزاء اليمن، وأتمنى مشاريع للمحافظة في مقدمتها المياه والكهرباء والتعليم والصحة، وزيارة مرحب بها ومتفائلين فيها كثير. أتوقع من زيارة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن يكون هناك رؤية وطنية لبناء الوطن، وإن كان هناك تصالح مع الميليشيات الحوثية فلابد أن تكون على الثوابت الوطنية، وأن يقدم أيضا لمدينة تعز، مدينة التي ضحت بالغالي والنفيس، يقدم لها المشاريع الخدمية وتقدم لها كل ما تصبو إليه من أجل الرقي بهذا الوطن الحبيب. والله أمرنا الكبير بفخامة رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الرئاسي والوفد المرافق له وزيارة زيارتهم لتعز، نتمنى منهم أن يضعوا لها الحلول لتحريرها والنظر إلى البنية التحتية، وأملنا كبير بالوفد المرافق والرئيس وجميع أعضاء البرلمان المرافق له. خرجت اليوم مدينة تعز عن بكرة أبيها لاستقبال الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي، ونتمنى أن ينظر إلى تعز وإلى مستقبل الأبناء اليمن كافة، ونريد التطورات في مدينة تعز من التنمية والمدارس والماء والكهرباء. نسأل الله أن يكون لها ما بعدها من الاهتمام بتعز من ناحية الخدمات، من ناحية الاهتمام بالمقاومين الذين يقاومون الآن في الجبهات، من ناحية على سبيل المثال رفع الرواتب أو يعني مدني وعسكري، ونحن نأمل من الله سبحانه وتعالى ثم من هذه الزيارة. نتمنى إيصال الكهرباء الحكومي إلى كل بيت، المياه، إصلاح الشوارع. نتمنى أيضا بصفتي كمعلم وكتربوي أن يعاد هيكلة الأجور والمرتبات. الأجور والمرتبات الآن لا تتوازى مع غلاء المعيشة. استبشر أبناء مدينة تعز بزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له إلى المدينة، مؤكدين موقفهم الداعم لقيادة الشرعية، كما طالبوا القيادة بالمزيد من الدعم للمحافظة في مختلف المجالات. استقبال كبير في مدينة تعز ومديرياتها برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة، حيث توافد أبناء تعز من الساعة الأولى رافعين العلم الوطني ومرحبين بهذه الزيارة. خرجنا اليوم في استقبال قيادة المجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، مرحبا بهم هنا في مدينة تعز، مدينة الصمود ومدينة النضال، المدينة التي تستقبل اليوم الدستور والقانون والشرعية بكافة أصنافهم وتنوعاتهم. تعز ترحب اليوم بفخامة الأخ رئيس مجلس القيادة رشيد العليمي وأعضاء مجلس القيادة والوفد المرافق له. تعز اليوم تستقبل الجمهورية، تستقبل الوحدة، تستقبل الديمقراطية. تعز هي مهد الثورة وهي مهد المقاومة، وهو اليوم فخر لتعز أن تستقبل اليوم هؤلاء. تصور أننا من الساعة 7 صباحا هذه الجماهير كامل وهي منتظر وصول هذا الوفد إلى هذا الوقت. ووسط هذه الحفاوة من الاستقبال الذي خرج فيه أبناء تعز ليؤكدوا أنهم مع المجلس الرئاسي والحكومة صفا واحدا في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. زيارة فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي لتعز هي رسالة واضحة على أن تعز بطبيعتها مدنية تقبل يعني بالحكم المدني وتؤيد يعني الشرعية، كذلك خروج الناس بهذا الاستقبال وبهذا الزخم الرائع هو بمثابة استفتاء على أن تعز مع الدولة المدنية، تعز مع الشرعية، تعز مع كل ما يضمن للمواطن اليمني الحرية والكرامة والعزة ومزيدا يعني بإذن الله من التقدم والنمو.
وأمام مجلس القيادة الرئاسي الكثير من الملفات التي تحتاج تعز لحلحلتها في ظل هذه الزيارة الاستثنائية والترحيب الحار. يوم آخر من أيام الوطنية والجمهورية باستقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعدد من أعضاء المجلس هنا في مدينة تعز وسط ترحاب كبير من أبناء هذه المحافظة المحاصرة. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. على امتداد الطريق من مدخل محافظة تعز إلى وسط المدينة اصطف المواطنون للترحيب بزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وعضوي المجلس الدكتور عبدالله العليمي والشيخ عثمان مجلي، يحفهم الأمل بمستقبل أفضل لمدينتهم المحاصرة. وسط هدير وطني وجمهوري اصطف المواطنون من مختلف الفئات على طول الطريق من بداية مدخل تعز الجنوبي إلى تعز المدينة لاستقبال الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوي المجلس الدكتور عبد الله العليمي والشيخ عثمان مجلي وعدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي. ها هي اليوم تخرج شميتين وأيضا مديريات الحجرية وتعز كما خرجت في السابق دفاعا عن الجمهورية، ها هي اليوم تخرج لاستقبال رئيس الجمهورية رشاد العليمي. وهذا الاستقبال الحافل الذي يحظى به اليوم رشاد العليمي كرئيس مجلس القيادة لليمن وفاء للجمهورية ووفاء لدماء الشهداء، تكرم اليوم تعز بهذه الزيارة التي تنتظر منها مشاريع هامة تنموية على مستوى كل المديريات وتعز. تجمع الناس بهذا الشكل يشمل الطريق ربما من هنا من القريشة من أول ما يمكن اعتباره مديريات محافظة تعز الجنوبية وحتى المدينة استقبالا للأخ رئيس مجلس القيادة، وهذا جزء من مسألة إسقاط كثير من الاعتبارات لهذه المحافظة الأكثر تطبيعاً داخل مناطق سيطرة الشرعية والأكثر تماسكاً داخل هذه المحافظات، وربما تكون الأكثر استقراراً والأكثر انتعاشاً في هذه الفترة. هذا تأكيد على استمرار هذه الحالة، المواطنين بحاجة إلى تواجد السلطة بالقرب منهم. الزيارة الرئاسية التي تعد الأولى إلى مدينة تعز منذ عقد ونصف تحظى بأهمية كبيرة للمحافظة التي عانت الويلات جراء العدوان والحصار الحوثي المستمر منذ 10 سنوات، وتمثل بارقة أمل بالمزيد من الاهتمام الرسمي للمحافظة وإعادة الاعتبار لتضحياتها في مقارعة العدو الحوثي والانتصار للدولة ومؤسساتها. المحافظة التي ينتمي إليها، المحافظة التي واجهت وقاومت ميليشيات الحوثي، هذه المحافظة التي تنتمي إلى الدولة وإلى الثورة وإلى النظام العام وتطبيق القانون. ننتظر سيادة الرئيس لحزمة من المشاريع التي سيتم تنفيذها في محافظة تعز أو سيتم الإعلان عنها لمحافظة تعز. آمال كبيرة لدى هؤلاء المواطنين الذين اصطفوا طواعية في الشوارع والأسواق لاستقبال رئيس الجمهورية، وفي مقدمة تلك الآمال المزيد من الاهتمام بوضع الخدمات العامة في المحافظة ودعم الجيش والأمن وتحسين الوضع المعيشي. لطالما ظلت تعز خارج منظور الاهتمام الرسمي في سنوات الحرب والحصار، لكن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لتعز وهو من أبنائها قد تعيد الاعتبار للمحافظة التي ترمز إلى اليمن الجمهوري الحديث بكل اعتمالاته الثورية والسياسية ووعيه المدني المعاصر وعراقته الحضارية المتجددة. لقد وضع الحقد الحوثي محافظة تعز في بؤرة العنف المنهجي المكثف، وبدا أن الامتيازات المكان المتصدر في تاريخ التحولات الوطنية والنضال الجمهوري دور في رفع منسوب الغل الحوثي ضد تعز.
وتتصدر تعز قائمة المحافظات الأكثر استهدافاً وتضرراً من الحرب الحوثية المدججة بكل آلات الموت وأسوار الحصار. وعجزت الميليشيا عن تطويع تعز بسياط التركيع الاقتصادي والعسكري وبالخلايا النائمة ومشاريع التمزيق والتفرقة للمجتمع والجغرافيا في المحافظة الواعية بكل المؤامرات المعادية لليمن الكبير. ولم تنل الحرب الحوثية الكثيفة على تعز بالقصف العشوائي والحصار المزمن والمطبق والقمص المتربص والألغام الغادرة من كبرياء تعز وكرامة أبنائها الباسلين، لكن المكان منهك للغاية من ضراوة الظروف المعيشية وانعدام الخدمات. ومع الزيارة الأولى من نوعها لتعز، يفرض الاحتفاء الشعبي الكبير بوصول رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي استحقاقات الوفاء الرسمي للمحافظة التي تقاوم الإرهاب السلالي الحوثي الحربي ببسالة فذة، وتلقي بكل ثقلها في صف الدولة والسلطة الشرعية رغم مرارات الجفاء والخذلان. ولا تطمح تعز من اهتمام القيادة بما هو فوق قدرات الاستطاعة، ويظل غيابه في المحافظات المحررة علامة ضعف ومؤشر إهمال، كشبكة الكهرباء مثلا والمشاريع الخدمية العامة التي تمثل العناوين البدهية لوجود الدولة بمعنى الدولة. برعاية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية في محافظة تعز، وتشمل المشاريع إنشاء وتجهيز مركز الأورام التخصصي ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومعهدا تقنيا صناعيا ومستشفى ريفيا ومدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في محافظة تعز. وقال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد الجابر إن هذا الدعم يأتي تجسيدا لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ومساهمة في تعزيز الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة والشاملة في اليمن، واستثمارا سريعا ومباشرا في المجالات التنموية التي تصب في تطوير البنى التحتية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين الحياة اليومية في كافة المحافظات اليمنية. يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع ومبادرات تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية في مختلف المحافظات اليمنية. عقدت اليوم في العاصمة الروسية موسكو جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني ونظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. وأشاد وزير الخارجية بموقف الحكومة الروسية الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني على الصعيد الدولي وجهودها من أجل تحقيق السلام في اليمن. وأشار الوزير الزنداني إلى التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتداعياته السلبية على حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي والبيئة البحرية، وشدد على ضرورة اتخاذ مواقف قوية من قبل المجتمع الدولي ودعم الحكومة اليمنية في جهودها من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام. وقال وزير الخارجية الروسي إن بلاده قررت زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب اليمنيين للدراسة في روسيا في مختلف المجالات والتخصصات. أدان التجمع اليمني للإصلاح التصريحات السافرة لوزير الأمن بالكيان الصهيوني الإرهابي بن غفير المتعلقة ببناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى. وقال الإصلاح في بيان إن بن غفير يعد إفصاحا وقحا وخطيرا لمخططات الاحتلال في تهويد المسجد الأقصى وتهديد قدسيته في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال جرائم الإبادة الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ويطلق يد قطعانه الإرهابيين في الضفة ويكشف عن نواياه بشأن المسجد الأقصى المبارك. وأكد الإصلاح أن تهديد قدسية المسجد الأقصى يمثل تعبيرا عن مستوى تطرف وإرهاب المحتل والذي يسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس.
واعتبر الإصلاح الإعلان الصهيوني تحدي للعالم الإسلامي موجبا أو يوجب التحرك الفاعل، ودعا المجتمع الدولي إلى إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني المناضل وإسناد مقاومته ونضاله من أجل إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس. تراكم ميليشيا الحوثي الإرهابية من رصيد انتهاكاتها الجسيمة في محافظة البيضاء مع ملاحظة ارتفاع مؤشرات العنف الطائفي عبر الشبكة المشرفين الميدانيين وتصعيد الحملات العسكرية على القرى والسكان المدنيين. مؤشر الانتهاكات الحوثية الجسيمة آخذ في الارتفاع وتنويع أنماط جرائم الإرهاب المنظم ضد الإنسانية في محافظة البيضاء، ووثق مركز رصد للحقوق والتنمية أكثر من 12 ألف حالة انتهاك من يناير 2015 حتى يوليو 2024، وتنوعت جرائم الانتهاكات بين القتل والاعتقالات والتهجير ونهب الممتلكات العامة والخاصة ومنع التنقل والاعتداء على الحقوق والحريات. وعلى مدى 9 سنوات من الحرب تفاقمت معدلات الانهيار المعيشي وانعدام الأمن الغذائي في محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويحتاج أكثر من نصف ساكنيها لمساعدات العون الإغاثي، ولأن البيضاء ذات طابع قبلي وإرث تاريخي لامع في سفر النضال الجمهوري المبكر، فقد اتخذت منها ميليشيا الحوثي متنفساً لتفريغ أحقاد الإمامة الموتورة ضد أبناء المحافظة. يظهر ذلك جلياً في استنفار الحملات العسكرية المدججة بالأسلحة الثقيلة ضد أصغر القرى في البيضاء، إلى جانب انتشار العشرات من النقاط الحوثية على الطرق والدروب القصيرة داخل المحافظة. أما الانتهاكات بحق العابرين والمسافرين من الأهالي من وإلى محافظة البيضاء فحدث ولا حرج، حيث شهدت البيضاء حوادث عديدة من جرائم الحرابة والتقطيع وقتل المتنقلين من قبل نقاط الحوثي الأمنية، ويواجه أبناء البيضاء مخاطر عديدة على حرياتهم وحقوقهم الأساسية، بينما جريمة اغتصاب طفل قاصر على يد أحد المشرفين الحوثيين في سجن رداع المركزي تكفي لوحدها في تثوير النكف القبلي ضد الميليشيا المنحطة. توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة بعضها مصحوبة بالبرد والرياح الشديدة على المرتفعات والمنحدرات والسهول الساحلية الغربية من صعدة شمالا حتى تعز والضالع ولح جنوبا خلال 72 ساعة القادمة. وأوضح المركز في نشرته الجوية أن صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العديدة والرصد السطحي تشير إلى استمرار تأثير اليمن أو تأثر اليمن بأمطار رعدية ورياح شديدة. قال تقرير دولي إن ملايين النازحين في اليمن يعانون ظروفا معيشية متدهورة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد واستمرار تداعيات الصراع. وأفاد أحدث تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 85% من الأسر النازحة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية اليومية، وتلجأ في كثير من الأحيان إلى وجبات أقل تكلفة أو أصغر حجما. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 51% من الأسر النازحة التي شملها الاستطلاع لديها طفل واحد على الأقل بدون شهادة ميلاد، و70% من هذه الأسر لديها أفراد بدون بطاقات هوية وطنية. أقيمت وقفة احتجاجية في مدينة المكلا تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية وللمطالبة بحقوق حضرموت. التفاصيل في التقرير التالي. وباسم كل أبناء حضرموت الشرفاء مطالبين بحقوق حضرموت، شهدت مدينة المكلا احتجاجات وأعمال تصعيدية طالب فيها المحتجين بتحقيق جملة من المطالب، أهمها تخفيض سعر المشتقات النفطية وتحسين منظومة الكهرباء والخدمات وغيرها من المطالب.
ندد المحتجون بتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، وطالبوا بتحقيق المطالب الحضرمية المشروعة واستقلالية القرار ووقف محاولة سلب حضرموت حقوقها واستهدافها أرضا وإنسانا. طالب حضرموت لا ينكرها حق، نحن نطالب بحقنا حق حضرموت، الغير يطالب بحقنا، ونحن ما نطالب حق الغير، نطالب حقنا فقط. رغم أن منع الوفود المشاركة في هذه الوقفة الشرعية المطالبة بحق حضرموت، ولكن لن توقف الأصوات، من أوقف الباصات ومن أوقف المواطنين من الحضور لن يوقف أصواتنا أبدا. وهي الفعالية الأولى، ستعقبها فعاليات أخرى لغاية تحقيق أهم المطالب التي ينادي لها مؤتمر حضرموت الجامع، وهي أيضا مؤازرة ومساندة لحلف قبائل حضرموت التي تواجد حاليا في هضبة حضرموت. وأكد المشاركون في الوقفة على المساندة والتأييد لما صدر عن حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع واستعدادهم للعمل يدا بيد من أجل تنفيذها، كما حيوا صمود وثبات الشباب المرابطين في هضبة حضرموت. عماد العامري لقناة سهيل من مدينة المكلا. مشاهدينا، نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. استقبال رسمي وشعبي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في مدينة تعز التي يزورها لأول مرة منذ توليه المنصب. والعليمي قال إن تعز ستبقى رافعة للمشروع الوطني وعاصمة للصمود في وجه ميليشيا الحوثي الإرهابية. الإصلاح يدين تصريحات الإرهابي بن غفير ويدعو إلى تحرك دولي للجم التطرف الصهيوني. الإصلاح اعتبر الإعلان الصهيوني تحدي للعالم الإسلامي وأكد على ضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني. مركز التنبؤ يتوقع أمطارا غزيرة ورياحا شديدة خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات. وتقرير دولي يؤكد أن 85% من الأسر النازحة عاجزة عن تلبية احتياجاتها اليومية. في ختام النشرات، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.